من كام يوم طلعت انباء عن خناقه بين حسام حبيب وشيرين، وانه اعتدى عليها. بعدين اكتشفنا ان سبب الخناقه انها كانت بتتخانق مع بنتها وحسام تدخل ما بينهم، وناس كتير علقت على اللي حصل، ومنهم كمان رضوى الشربين اللي هجمت حسام حبيب وقالت بتحوش بين شيرين وبنتها باي صفه، وكنت بتصرف منين خلال الخمس سنين، وعلقت على اتهامه بالاعتداء على الفنانه شيرين عبد الوهاب وقالت موجود معاها في الاستوديو باي صفه، وايه يخلي راجل يجيب تليفون ويصور واحده وهي منهاره. وانتقدت رضوى تصرفات حسام حبيب الغامضة زي تسريب رسائل صوتية ونشر صور شيرين وهي منهارة، وعبرت عن شكوكها حول مصدر أموال حسام حبيب، وخصوصا بعد ابتعاده عن العمل مع شيرين. السبب ان رضوى تطلع تتكلم هو دعم شيرين عبد الوهاب في محنتها وتوعيه السيدات، ده غير ان النهارده تم نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعرضها لوعكه صحيه، ونشر اخوها بوست على حسابه الخاص بيه على الفيسبوك وقالت طمنوا هي بخير وفي امان، ودعوا لها تبقى قويه وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني احسن من الاول.